قبل ذلك أطل الفيلسوف الإغريقي ديوغين برأسه من صندوق الزبالة، فوجد أمامه الإسكندر الأكبر، فأعاد رأسه إلى ما كان عليه. ولما اقترب منه الإسكندر وجده لا يريد أن يكلمه أو ينظر إليه، فضحك وتركه. وجاء الناس إلى ديوغين يطلبون إليه أن يطل برأسه عليهم، ولكنه رفض. فقالوا له: ولكن الإسكندر قد مضى منذ ساعة. فلم يخرج الفيلسوف رأسه وقال: صحيح أنه قد مضى، ولكن لابد له من بقية. لا شيء يمضي هكذا دون أن يكون له ظل أو صدى أو مضاعفات أو بقية، فكل شيء له بقية. هذه هي الكلمة والحكمة معا. ولولا أن كتابا جديدا صدر في أمريكا بعنوان لا نحن أول الناس ولا آخرهم على هذا الكوكب من تأليف أندرو توماس لكنت أنهيت هذه السلسلة، ولكن الكتاب الجديد أتى بجديد أيضا، فهو بعد أن استأنف كل القضايا التي أثرتها في الفصول السابقة عاد يؤكد أن حضارات توالت على هذه الأرض، وأن هذه الحضارات اندثرت من تلقاء نفسها أو اندحرت تحت ضغط إنساني عنيف أو بسبب كوارث فلكية، ولكن بقايا هذه الحضارات قد استأثر بها العلماء، وأن العلماء في كل العصور هم كهنة الأديان أو هم الرهبان الذين اختاروا العزلة عن العالم، ثم إن هذه العلوم التي انفردوا بها جعلوها في خدمة الدين أو في خدمة الملك، وبذلك يوهمون الناس أنهم يملكون قوة العلم وقوة السحر، أي أن السماء قد أعطتهم كل ما يمكنهم من السيطرة على الأرض وأهل الأرض، وما من ملك في كل التاريخ إلا استخدم كلمة السماء في كل ما يقول، أي أن السماء قد اختارته، وما دامت قد اختارته فهي ساندته، وأنه خير للناس أن يلتفوا حول ابن السماء وأن يصدقوا الكهنة والرهبان الذين يقدرون على سماع كلمة السماء ونقلها إلى الناس. والمؤلف أندرو توماس قد جمع مئات الأدلة العلمية والأثرية، ففي أحد الفصول يؤكد لنا أن الأقدمين ومن ألوف السنين قد اهتدوا إلى الكهرباء واستخدموها، واستخدمها الكهنة فالتف حولها الناس. ففي سنة 1938 عثر الباحث الألماني فيلهيم وينيغ على بطارية جافة بالقرب من بغداد، فقد وجد عددا من الأنية الفخارية وفيها أعمدة من النحاس المغطاة بالبترول الجاف، وعندما راح يقلب فيها ويصنع نموذجا مثلها ووضع بعض ماء النار وأوصلها بعضها ببعض أضاءت مصباحا كهربائيا. وفي كتاب لهذا الباحث الألماني بعنوان 9 سنوات في العراق أصدره سنة 1940 يقول: أعتقد أن هذه أول بطارية جافة عرفها الإنسان، ومن المؤكد أنها ترجع إلى 4000 سنة، وأن الذين صنعوها قد عرفوا كيف يحرصون على عدم تسرب الكهرباء، وفي الوقت نفسه كانوا حريصين على استخدام مواد لم نعرفها إلا من 10 سنين. وجاء أحد رجال شركة جنرال إلكتريك العالمية وصنع نماذج عديدة لهذه البطاريات الفخارية، وتأكد لديه أن هذا النوع من البطاريات يشبه تماما تلك البطاريات التي يستخدمها عمال المناجم أو التي تستخدم في المناطق النائية، فهي قادرة على البقاء طويلا. أما الأستاذ الفرنسي سورا فهو أول من قال إن البطاريات العراقية بطاريات بابل كانت قد نقلت عن بطاريات أخرى عثر هو عليها في مصر، فالفراعنة هم أول من استخدم هذا النوع من البطاريات الكهربائية في المعابد، وقد اهتدى في أحد مقابر الأقصر إلى قطع متفرقة من البطارية إذا وضعت معا أضاءت. والذي أدهش الأستاذ سورا أن الفراعنة عرفوا أنواعا من السوائل لم يهتدى إليها حتى الآن،
إذ كيف استطاع الفراعنة أن يستخدموا الزيت والنبيذ والعسل معا في صنع عجينة تحدث شرارة كهربية؟ وفي المؤتمر الدولي الذي انعقد في شيكاغو سنة 1968 أعلن برولمان أن هذا الاكتشاف الذي اهتدى إليه الأستاذ الفرنسي سورا هو من أعظم ما عرفنا حتى الآن عن أسرار بعض المواد البدائية، وأنه هو شخصياً اضطرته الظروف إلى استخدام بعض الأعشاب مع عسل النحل والنبيذ فصنع مصباحاً مشعاً، ولكن ضوءه كان ضعيفاً. ولابد أن الفراعنة قد اهتدوا إلى أشياء أخرى لا يعرفها أحد بالضبط. ثم قال برولمان: وربما أن هذا هو التفسير العلمي لما جاء في البرديات القديمة من أن عباد الإلهة إيزيس كانوا يلاحظون أن في عينيها بريقا عجيبا أو شرارة باهرة، ولذلك كانوا لا يرفعون عيونهم إليها. ربما أن هذا البريق هو بطاريات كهربية قد وضعها الكهنة وراء التمثال. ليس هذا شيئا مستحيلا ما دام الفراعنة قد عرفوا الكهرباء. وفي الكتب البوذية القديمة النبوذ نفسه كان يستغني عن نجوم السماء، لقد كان يضيء لنفسه وللذين حوله. وفي مقابر وكهوف كثيرة في أوروبا عثر الأثريون على مصابيح مضيئة، فعندما فتحوا مقبرة تومابو مامبالييس ثاني ملوك روما وجدوا مصباحا مضيئا منذ 2000 سنة. وفي معبد جوبتير آمون كانت المصابيح تضيء مئات السنين، وفي البرديات القديمة التي ترجع إلى 3000 سنة نجد مثل هذه العبارات. وفي المعبد قطعة من الماس شاء الإله أن يجعلها تنير إلى الأبد، إن الشمس قد نزلت إليها فهي تضيء ليلا ونهارا. وفي معبد الإلهة مينيرفا كان مصباح له ضوء لا تقوى عليه العيون، وكان من الأزل إلى الأبد، هكذا قالوا. يقول الشاعر اللاتيني فيرجل: إن السماء قد نسيت قطعة منها في هذا المعبد، فكنا إذا نظرنا إليها أوجعتنا عيوننا. والقديس أغسطين بين 352 و430 يقول إن المصريين لديهم مصابيح لها ضوء عجيب، ضوء بلا دخان، ومصابيح باردة، وأن نورها أخضر بارد، وأن في معبد الإلهة إيزيس هذا الضياء البارد، وأن هذا الضياء لا تؤثر فيه العواصف والأمطار. أليس هذا شيئا عجيبا؟ وفي تابوت فتاة في روما الذي اكتشفوه في إبريل سنة 1401 وجدوا جسمها محنطا على الطريقة الفرعونية، وعندما نزعوا مادة التحنيط وجدوا شفتيها ورديتين ناعمتين فعرضوها على الجماهير، ولما نزعوا غطاء التابوت تماما وجدوا عند قدميها مصباحا مضيئا منذ 1200 عام. لقد عرف الإنسان المصباح الكهربي من ألوف السنين، وانتشرت هذه المعلومة في أماكن كثيرة من العالم. ومن العجيب أن المصابيح القديمة جدا كانت أكثر تقدما من المصابيح والبطاريات التي انتشرت بعد ذلك، فكأن البطاريات والمصابيح التي كانت قريبة من أبناء الحضارة التي انقرضت أو تلاشت هي الأكمل والأدق، ولكن الانتشار والتقليد أفقدها الكثير من مزاياها العلمية. وفي مكتبة الأمراء بالهند توجد مخطوطة عمرها 20 قرنا تصف لنا كيف يمكن صنع بطارية كهربية من مواد أولية جدا، وفيها وصف لعيوب البطاريات المعدنية ومزايا استخدام بعض الأحجار. وقد رأيت أنا في متحف ترافندروم بولاية كيرالا في جنوب الهند مصباحا ذهبيا كبيرا. هذا المصباح قد انطفأ أخيرا، ولكن الأثريين يؤكدون أنه لسبب غير معروف قد ظل مضيئا 15 قرنا، ويقولون في تفسير ذلك: لابد أنهم أودعوا في داخله مادة مشعة، أو أن الذهب يضيء بملامسة الهواء،
أو أنه يضاء من مكان بعيد لا سلكيا، ولكنه هو شخصيا حاول دون أن يكون على يقين من أي شيء. كيف فعلوا ذلك؟ ومن أخبرهم؟ ومن علمهم؟ وفي إحدى المخطوطات القديمة في مكتبة الأمراء هذه القصة. ولما قرر الملك أن يزور إحدى القرى النائية، كان الرهبان قد تجمعوا في حالة من الغضب، لأن الملك قد نزع منهم أملاكهم ومنع عنهم أقواتهم وهددهم بالطرد، فرفضوا مقابلته، ولكنهم عادوا فوافقوا. وبدأ الموكب الملكي ليلاً، وفجأة أضيئت الأشجار على طول الطريق مرة واحدة، فقد كان في كل شجرة كرة صغيرة من الحجر أو من الزجاج الشفاف. أضيئت هذه الكرات في وقت واحد، فوقف الملك مذعورا، وانكشف عدد الجنود والفيلة التي معه، وشعر الملك بالخجل، فقد كان وعدهم بأن يكون وحده. وسار الملك على قدميه، وازدادت المصابيح قوة، وفي نهاية الطريق وجد الملك نفسه أمام الرهبان، فأدخلوه معبدا، فظن أن الأرض قد أضيئت أيضا. إلى آخر القصة الطويلة. إن المؤلف الأسترالي بون إدريس قد وصف في رحلاته التي صدرت سنة 1971 بعنوان ضيف على أسرة مون، أن هؤلاء البدائيين في إيريان الغربية يرفعون عصا خيزران إلى أعلى، فلا تكاد تلامس الهواء حتى تضيء كرة من الحجارة في أعلاها. ولاحظ أن كل هذه القبائل تعتمد على هذا النوع من الإضاءة، ولما حاول أن يعرف كيف تضيء لم يهتدي إلى شيء، وإنما كل الذي عرفه أن هذه الحجارة ينحتونها من الصخور ويعالجونها بالزيت والنبيذ وعسل النحل ودم الخنازير، ثم يطمرونها في الأرض ويستخرجونها في ضوء القمر، ثم يركبونها في طرف العصا، فلا تكاد تلامس الهواء حتى تضيء إلى غير نهاية. كيف حدث ذلك في كل العصور القديمة والحديثة؟ إن الشاعر الروسي فاليري يرموسوف يجيب عن ذلك بقوله: إنهم الشعراء والحكماء وحراس الحكمة الخفية، إنهم يحملون المشاعل المتقدة إلى الأبد ويوارونها الصحاري والكهوف.